فكره بعيده وفكره يعني شوفها كبيره، لانه هاي التكنولوجيا ادفانس متقدمه وما انتجتها لشركات كبيره زي مايكروسوفت وابل، وكانت تنتجها حتى بتكلفه عاليه جدا. المشروع مالتي تاتش سكرين تطبيقات عديده، وبالبدايه كان الكونسيبت تبعه انه بخلي بذكر المستخدم انه يتحكم بالشاشه عن طريق اصابع، يعني بدل ما نستخدم الماوس انا استخدم الاصابع. هذا وين راح نطبقها الفكره؟ تطبق باربع مجالات كبيره. اول واحد اللي هو الاعلان، الشغله الثانيه ممكن تنحط في الشركات البزنس تنعمل منها كشكل طاوله وتصير هي طاوله الاجتماعات نفسها، يعرضوا عليها البرزنتيشنز، يحطوا عليها الفايلات ويتحكموا فيها برضه باصابعهم بكل سهوله. الشغلة الثالثة اللي هي ممكن تستخدم في المؤسسات الرسمية والجامعات بحيث طريقة تعليمية، أو تنحط قدام المؤسسة زي البلديات مثلا. وآخر شيء اللي هي ممكن تستعمل للإنترتينمنت والتسلية، تنحط في مطعم، تكون مثلا الطاولة تبعت المطعم المنيو نفسها تكون انتراكتف مع اليوزر، فيعرض المأكولات الموجودة عنده في المطعم، إذا بده يقرأ عنها بزيادة يطلب الأوردر تبعه وهو بكل بساطة عرض على الطاولة. هو وزرد هو صابون زيت الزيتون السائل. فكرته هي تحويل صابون زيت الزيتون البلدي الصلب المتعارف عليه، اللي هو بيعتبر من الصناعات القديمة والأصيلة في بلادنا وكثير ناس بيستخدموه. الفكرة هي اني احوله لسائل، طريقة اني افصل منه المواد الكيميائية واحصل بالنهاية على منتج عضوي طبيعي خالي من المواد الكيميائية. انه اذا كنت من المخترعين تسجل بهذا المؤسسة، فانا سجلت عن طريق الانترنت بهذه المؤسسة ودربونا، طبعا اعطونا تدريب لفترة، بعدها عملنا معرض صناعة فلسطين. لما انا شاركت في المعرض كانت تجربة حلوة صراحة، يعني حبيت هاي التجربة لاني حسيت حالي انه من وقتها اني انا تعبت و والناس عرفت منتجي. ايام ما كنا نشتغل في المشروع في الجامعة شفنا إعلان لمسابقة صناعة في فلسطين، وبتذكر ايام لسه ما كان المشروع خالص، بس حبيت انا واحمد نقدم للمسابقه هاي، ودخلنا في المسابقه والحمد لله حصلنا على المركز الثاني على مستوى فلسطين لفئه طلاب الجامعات خريجين الجامعه. هاي سم فتحت لنا فرصه انه نكمل واهلتنا لمسابقه صنعه في الوطن العربي اللي كانت في القاهره في مصر، والحمد لله برضه هناك جبنا المشروع تبعنا كان اخذ المرتبه الثانيه على مستوى الوطن العربي. مسابقة صنعة في الوطن العربي يعني كانت مستوى أعلى وأرتب، وكانت حضور من شخصيات مختلفة من الوطن العربي، هاد مكننا إنه نتعرف على أصحاب الشركات اللي على مستوى الوطن العربي، وهذا وفر لنا الدعم المعنوي. ولما رجعنا هون كانت فرصتنا إنه نكمل في المشروع أكبر، وتعرفنا على عديد من المؤسسات اللي دعمتنا، منها اللي هي مؤسسة بيكتي تكفلت انها تحضن المشروع وعلى اساس انه نكمل ونفتح الشركه فيه، واحنا جارين في الامور القانونيه مع المؤسسه على اساس توفر لنا الدعم المادي والدعم اللوجستي للمشروع. واجهتنا صعوبات سواء كانت بقلة المعلومات المتوفرة عن هاي التكنولوجيا وحصريتها على شركات كبيرة ما قدرناش نوصلها، بالإضافة لقلة الريسورسز اللي موجودة حاليا في موجودة في فلسطين، اضطرينا نستورد أشياء من أمريكا ومن أوروبا، وكان ياخذ وقت زمني طويل.